نروح دلوقتي لأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي لكن على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي 21 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة الوصلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي انتظام لاعب المنتخب الأولمبي بمران الأهلي. يلا كورة، يوسف أزارو سيلحق ببعثة الأهلي في الإمارات. الشروق، إكرامي يغيب عن تدريبات الحراس في الأهلي. البوابة، معلول وأجايي واصلان التأهيل في الأهلي. فيتو، كوليبالي يكتفي بجلسة في الجيم بعد انتظامه في الميران الأهلي. الوفد، كارتيرون يخصص فقرات للكرات العرضية في تدريب الأهلي. كورة، الأهلي يصير لدبي الثلاثاء استعدادا لمواجهة الوصلي. اليوم السابع، ندبت يحل أزمة الأهلي أمام الوصل ومران بدني للاعبين.